وسهلا بكم باسم مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط معنا يحضر معنا المنخرط الرجاوي اللي نقدر نقولوا انه غني عن التعريف داخل الاوساط الرجاوية، سيمو الخياري. سيمو الخياري، مرحبا بك على قناة شوف تي في. مرحبا، الله يبارك فيك وتحية للمشاهدين تاع القناة. سيمو، البارح كان يوم استثنائي بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، يعني بعد غياب عن بوديوم تقولوا غير البطولة أزيد من 7 سنوات، أخيرا فريق الرجاء الرياضي كان له ما أراد، تتويج بلقب بطولة، لقب اطلق عليه اسم لقب كورونا. بالفعل كيف قلت دابا انه كانت فرحه استثنائيه وكان لقب استثنائي. علاش؟ لان الحمد لله حيت فزنا بالقاب، فزنا بطولات وكانت فرحه، ولكن الفرحه تاع البارح كانت استثنائيه كيف قلتي. علاش؟ لان هاد سيرتو في هاد البطوله تاع هاد السنه هادي، فاطول بطوله في تاريخ الدوري المغربي، يعني 13 شهر، والكل تعرف علاش، من بعد وباء تاع كورونا، من بعد التاجيل تاع البطوله اللي بدات حتى شهر 9 بسبب ان كيف تنعرفوا رئيس الاصبا كان اجلها لان الفريق ما كانش موجود ديالو. كانت ظروف خاصه، لان كانوا اللاعبين واجهوا بزاف الصعوبات، ماشي غير اللاعبين، يعني الرجاء ككل، لان كاع الفرق كانوا تلعبوا في الميدان، الا حنا كنا تلعبوا في الميدان وتلعبوا في الكواليس. ف هادشي علاش قلت لك كانت بطوله استثنائيه. فالحمد لله، رغم ان هاد المشاكل هادي، رغم طول المدة، الحمد لله الله جازانا. فالفريق الرجاء لعب البطولة ضد الفرق، لعب ضد التحكيم، لعب ضد البرمجة، لعب ضد الفساد، لعب ضد العصبة، ولكن الحمد لله كيف قلت لك في الاخر حضرت العدالة الإلهية اللي نصفاتنا. فكيف شفتوا، لا يخفى على واحد ان الصعوبات اللي واجهنا طول المدة، بداية من تأجيل البطولة، مرورا بكورونا، لأن حتى تبغي تلعب ماتش وتعتبر بكورونا، من بعد فرحنا ملي سمعنا الفرجة، قلنا الفار غادي ينصفنا، فإذا به تغلب كفة على كفة. وانتم شفتوا مؤخرا غير أمس أن ضربة جزاء واضحة اللي كانت غتعصف بالأمل ديالنا، اللي كانت غادي تريب مجهود ديال موسم كامل، اللي كانت غادي تضيع لنا البطولة، ضربة جزاء اللي واضحة وأن الحكم ما عطاش راسو أنه غير رجع غير الفار. وضربة جزاء في المقابلة السابقة ضد أولمبيك خريكان اللي ما كانش حتى واضحة، وما كانش أن الحكم رجع الفار وأكدها. هنا اش قلت لك، الفار دار أنه تخدم مصالح مسؤولين ديال العصبة على 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 بعض الفرق أخرى، خصوصا الرجاء، لأن أكبر متضرر من الفار هو الرجاء. ولكن الحمد لله بعزيمة ديال اللاعبين، بالإصرار ديالهم، بالترجويت ديالهم، كيف تنقولوا، بالقلب ديالهم، بالجرينتا، الحمد لله حقوا المراد. وكيف قلت لك، حضرت العداله الالهيه هي اللي فوق من كل شيء ونصفاتنا. واخا سيمو، نرجعوا للمقابله، يعني نقدر نقولوا فريق الرجاء الريالي كانت كتفصلوا على انه ما يديش اللقب 3 دقائق، كيفاش عشتي ديك 3 دقائق ديال تشوف تتفرج في الماتش والمذيع كيقول ان فريق الوداد البيضاوي في هذه الاثناء هو البطل؟ صراحه ماشي غير 3 دقائق، تقريبا جوج الاسابيع دابا، وحنا كان عندنا واحد الضغط من قبل المقابله ديال كرينكا. علاش؟ لان كانت بيننا وبين الغريم نقطه واحده، كيف تنقولوا، كانوا عندنا مقابله صعاب، اولمبيك كرينكا كان خاصو ينتصر باش يبقى في القسم الاول. الجيش الملكي فريق كبير، واللي تنعرفوا المقابله تاعو ضد الدراجة كيفاش تكون، فكانوا بجوج مقابلات صعاب. واللي زاد قطعنا هو الغياب تاع اللاعبين. فاذا شفتي راه كان 7 اللاعبين اللي غابوا، وزيد عليهم جوج اللي كيف تصابوا البارح، اللي هو مذكور ولقى، يعني 9 لاعبين غايبين، يعني فريق كامل. ولكن اللي تفرحنا هو اننا عندنا وليدات الرجاء، اللي تيكونوا وليدات الرجاء يعني تيلعبوا بالقلب ديالهم، بالتراجوي تاعهم، واللي حضر تيأدي. وهذا الشيء اللي وقع البارح مع احترامي للسلام والطاقم التقني، حضرت الروح اكثر من حضرت الخطه. البارح كانوا اللاعبين عازمين انهم ينتصروا باي وسيله، وانتم شفتوا الطريقه باش انتصرنا، ان مباشره بعد تسجيل الهدف ديال الوداد، الاخبار ساقوا اللاعبين الاخبار، فيعني كيف تنقول لك، صافي ما ولات تبان لهم غير الشبكه. والحمد لله ربي ما حشمناش، كيف تنقولوا، حضرات العداله الالهيه، انتصرنا، فرحنا، تيستاهلوها، تنشكروهم، تنشكروا الطاقم التقني، اللاعبين، المسيرين، العاطفه الرجاويه كلها على هذه البطوله هذه. بعد غياب طويل الحفيدي كان رجل المقابله،
هو مشاغل حافظ بدوس باش ما نعطيك واحد حقه. اللاعبين كلهم كانوا لكن ولكن كان الامتياز هو حافظ يعني غير اللاعبين كلهم كانوا في المستوى بدون استثناء. وراك شفتوا غير اللاعبين اللي كان اللي ما حضروش منهم بالحارب كيفاش كان النفس فيهم. اللاعبين اللي كانوا مصابين شاكر داكشي كيفاش كانوا بحال لاعبين. ولكن الحافظي تيبقى استثناء. الحافظي في المقابلات الكبار تيبقى كبير. يعني الحافظي هذا 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 هو الدور ديال الحافظي. نهار تحتاجو تلقاه وماشي اول مقابله هذه. راه مقابله الديربي، مقابله ديال السيبيركو تاع ديال الترجي امس، المقابله اللي قبل منها. وكيف تنقول لك الحافظي مقابله الكبار، مقابله الكبار تيكون كبير. وهادشي ولفناه وتنشكرو تنشكرو. وكيف كيف وعدونا في اول موسم اننا نهدونا اللقب، راه وفوا بالعهد تاعو حتى حنا راه حنا موراهم تنشكرو من هذا المنبر هذا. وتحيه لهم. واخا يعني النقطه اللي دائما تثير الجدل هي نقطه التحكيم، يعني على العموم كيفاش كان التقييم ديالك الاداء رضوان جيد؟ ما بكل موضوعيه وبكل حياد. وهذا الشيء راه تنظن كلشي عرفوه كلشي شافوه. التحكيم كان كارثي. التحكيم كان 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 هزي، كان 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 تيغلب كفه على كفه، ما كانش عادل بدون استثناء. وراكم شفتوا شحال فرقه ضاعت بسبب التحكيم. جبنا الفار قلنا غادي نصفنا، فاذا بالفار لقينا تيستخدموه غير كوسيله باش 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 يغلبوا كفه على كفه. المقابله ديال خير درك قلت لك ما كانش دابا تجاوز التعليم عليها. مقابله الامس دابا كانت واضحه واضحه وكانت غتعصب الامال ديالنا ديال المجهودات ديال الموسم كامل، ان الحكم ما عطاش حقه انا نرجع غير للفار. فعلاش قلت لك هذه البطوله هذه استثنائيه؟ لان الرجاء عانات من التحكيم، عانات من الفار، عانات من المشاش حتى هو. يعني كلشي استخدموا كاع الوسائل استخدموا، ولكن الحمد لله ملي تحضر العداله الالهيه ما حيت يقول لك قول الله تعالى يمكر الله والله خير الماكرين. سيمون قبل ما نختم معك، يعني البارح كانت واحد الفرحه كبيره في شوارع مدينه الدار البيضاء. انت شفتك انك من ابناء معقل الرجاء درب السلطان، يعني خرجتي مشيتي للمنطقه ديالكم احتفلتي مع الجمهور ديال درب السلطان، لكن هذه الفرحه كانت غادي تقدر تتحول لشي كارثه. وصف لينا شنو وقع. كانت فرحه ديال الجماهير الرجاويه بدرب السلطان، لان مع درب السلطان هو المعقل ديال الرجاويين كاي فريق تيفوز بالبطوله. انا ما عرفتش بالضبط شكون اللي جا، ولكن تيقولوا ان جمهور تيتحسب على فريق الوداد البيضاوي. هجم عليهم. كانوا الاشكال هو ان كان داكشي محصور، وكانوا نساء كانوا. انت كنتي حاضر تما؟ كنت حاضر. كانوا نساء، كانوا دراري صغار، كانوا رجاله كبار الصراحه. فلولا الاقدار الالهيه كانت غتوقع كارثه بكل المقاييس الصراحه. فمن هذا المنبر تنبغي نقول ان كره القدم تتبقى رياضه. كيف تنقولوا الكره منفوخه غير بالبرد. فيها المنهزم المنتصر، فيها ضروري موسم كامل تيكون واحد البطل. هذاك البطل ما حقه يحتفل كسائر في العالم كامل. فتنتمنى انا تصور روح رياضيه، لان كيف تنقولوا عندنا خوت. اي عائله تبقى في ودادي ورجاوي، اي اصدقاء تبقى رجاوي ودادي. ما خاص الكره ماشي تفرق بيناتنا، ما تكونش وسيله باش نعاديو بعضياتنا. فتنتمنى كيف قلت لك انا تصور الريح الرياضيه، وان اللي تيستاهل البطوله مرحبا به. يعني انت ملي كنتي تما كيفاش كنتي كتشوف الناس؟ واش كان الغوات؟ كانوا الناس خايفين؟ كان احتفال عادي بأهازيج واغاني ديال الرجاء. فاذا انا كنت شي ناس جاوا اجمو، ولينا ما تنشوفش البلاد، كنشوف الوليدات الصغار اللي كانوا طاحوا تيأسوا عليهم، النساء اللي تتغوت وتكرفصوا صراحه. هذا هو اللي زعما اللي بقى فيا بزاف، هذوك الوليدات والنساء اللي تكرفصوا بزاف صراحه. ولكن اش نقول لك، يعني كل ما كانش الاقدار زعما كان غتكون واحد الكارثه، والله الا غتكون كارثه كبيره بزاف. ولكن الحمد لله على كل حال. حسيتوا براسكم انكم ما خديتوش الوقت ديالكم في الاحتفال بسبب جائحه ديال كورونا؟ لا الحمد لله، حنا على طول حنا راه الموسم كامل حنا محتفلين، ماشي اول مره ماشي اول مره. يعني ما كانش داك لومبيونس اللي من المنتظر كان غادي يوقع لولا الجائحه. شوف بالنسبه للجمهور الرجاوي، على فرقته ما تيحبسوا لا جائحه ولا حتى حاجه كتب عليك كذاب. احتفالات كانوا، ما كانت لا جائحه لا والو. سواء فيما تذكر الرجاء تتفوز بشي القاب ما تيحبس الجمهور حتى شعب. الحمد لله كانت احتفالات ومازال غتستمر احتفالات ان شاء الله لمن بعد، حتى ان شاء الله البطوله تبدا الموسم المقبل ان شاء الله. يعني شاءت دائما يعني ان درع البطوله كيتسلم داخل الملعب.
ما حسيتوش بالحلاوه ديال الدرع؟ يعني نقصات شويه خصوصا ان تاجيل تسليم الدرع حتى اليوم الاربعاء. حنا اللي مهم عندنا هو ان نحتفلوا مع اللاعبين تاعنا، مع الـ مع الـ مع الاداريين تاعنا، مع المنظومه الرجاويين كاملين. هذا هو الاحتفال ديالنا. حنا ما تهمناش الدرع كيف تسلم كيف هذاك رمزي اللاعبين على مجهودات تاعهم الفريق، تيبقى يحتفلوا به ولا ما يحتفلوش به. ولكن بالنسبه لنا حنايا الاحتفال تاعنا هو اللي غادي يكون ان شاء الله مازال، هو اللي دار البارح اللاعبين نيشو هذوك اللاعبين الفرحه اللي دارت عليهم، لان الاجتماع كانت واحد الفرقه استثناء، واحد الفرحه استثنائيه عند اللاعبين. علاش؟ لان حسوا بداك الظلم وديك المعاناه تاع الموسم كامل، ان الحمد لله جزاهم في اخر المطاف جزاهم، لان الفريق الوحيد تنعاود ناكدها، الفريق الوحيد ينافس على البطوله، اللي كان منافس على البطوله وكانت منافسه شريفه عنده، ولعب في الميدان ما لعبش في الكواليس، لان كان تكافؤ الفرص، كان تكافؤ الفرص فقط في المباريات، اما في الكواليس ما كانش تكافؤ الفرص، في البرمجه ما كانش تكافؤ الفرص، في التحكيم ما كانش تكافؤ الفرص، في البار ما كانش تكافؤ الفرص، في حضور المشاش ما كانش تكافؤ الفرص، ولكن في المقابلات في عدد في الدورات اللي كانت، ولكن الحمد لله رغم هاد المعاناه هذه، رغم ان الغيابات تاع اللاعبين مجموعه من اللاعبين، ولكن الحمد لله ربي نصفنا ودينا البطوله. السي متواصلتوا مع اللاعبين والطاقم التقني مباشره بعد نهايه المباراه؟ ضروري التهنئه للاعبين والطاقم التقني على المجهودات تاعهم، لان كما قلت لك حتى هما كانوا وعدونا، اللاعبين كانوا وعدونا في اول الموسم باش يهدونا اللقب وفوق الوعد تاعهم، فمازال حنا الدور تاعنا اننا نشكرهم واننا ندفعوا بهم وان حنا نجازيهم ان شاء الله. الرجاء تنتظر مقابله قويه امام الزمالك المصري يوم الاحد. صراحه مقابله قويه، ولكن هذا الفوز بالبطوله غادي يعطي اللعبه حافز ان شاء الله باش يلعبوها، وتنتمنى ان يكون في نهارهم ويحققوا لنا المراد ولما لا تاهلوا الفوز بهذه الكاس الغاليه ان شاء الله. كلمه اخيره للجماهير الرجاويه واللعابه وكل مكونات نادي الرجاء. تنبغي نشكر اللاعبين على الموسم اللي قدموا، على المجهودات اللي قدموهم، اللاعبين والطاقم التقني والاداريين كلهم، وتنقول مبروك علينا كرجاوي الجميع اطياف الرجاويه داخل وخارج المغرب بهذه البطوله اللي استحقوها. ان شاء الله كيف تنقول هذه غير بدايه، الفوز بالبطوله هذه غير بدايه لنا، ان شاء الله غادي نرجعوا نحكموا كيف كنا. اذا كنا بعدنا على البطوله بعد مواسم اللي ماشي الضعف تاع الفريق ولكن لمشاكل ديال المكاتب السابقه بعض الاخطاء، فتنتمنى حتى المكتب الحالي ان اصحاح الاخطاء اللي دار، كانت اخطاء ما نغطوش الشمس بالغربال، ماشي حيت فزنا البطوله غادي نقولوا كلشي لعام زين، فكانت اخطاء المكتب السابق تنتمنى يتداركها، تنتمنى دار انتدابات وازنه، لان الرجاء تبع استحقاقات، الرجاء راه دابا راك شتي اش وقع العام، يعني راه حنا لاعبين في غابه، تنحاربوا في غابه، يعني خاص واحد الكوموندو في يعني خاصنا لاعبين اللي يكونوا في مستوى ديال فريق الرجاء الضوئي، فلهذا تنطلب من المكتب المسير مشكور على العمل اللي دار، انه يكمل العمل ديالو، انه يجيب يدير انتدابات وازنه، انه يصحح بعض الاخطاء اللي كانت طيله هاد السنتين، وكنا غنأديو الثمن تاعها غالي صراحه. فكيف قلت لك تنشكروه وتندعموه، ولكن تنتمنى انه يصحح الاخطاء، وتنتمنى انه يدير لنا انتدابات، لان الفريق خاصو انتدابات، وماشي اي انتدابات، خاص تكون انتدابات في المستوى، انتدابات وازنه، لان تبارك الله دابا حنا العام الجاي عندنا تشامبيونز ليغ، هذا العام عندنا الدومي فينال تاع تشامبيونز ليغ، عندنا الدومي فينال تاع لاكوب دارب، البطوله انتم تتشوفوا كيفاش تدوز، يعني غير البطوله بوحدها خاص كاين واحد 24 لاعب يكون في المستوى، توقيفات وكذا وهذه يعني تنتمنى ان المكتب كيف قلت لك يصحح الاخطاء ويكون حتى هو يدير الدور تاعو. وتنشكر تنشكر بزاف على المجهودات اللي دار ثلاث الموسم، وتنشكر اللاعبين والطاقم التقني وجميع الاطياف الرجاويه. بما انك ذكرتي الانتدابات، كيفاش شي زريده مذكور لاعبين الشباب؟ بالنسبه لزريده مذكور ماشي انتدابات، لا زريده مذكور وليدات الرجاء. لا قلت لك يعني بما انك ذكرتي الانتدابات، كيفاش شتي انت الثقه ديال الاعتماد جمال سلامي على ابناء المدرسه؟ هذا هو الفرق اللي كاين بيننا وبين بعض الفرق. بعض الفرق اللي تتنافس على البطوله تجيب لعابه خارج فرقه، تجيب 10 12 لعاب، ولكن حنا ما تنجيبوش 10 12، حنا تنجيبو جوج ثلاثه اللعاب، ولكن تعتمدوا على وليدات الفرقه. علاش؟ حيت وليدات الفرقه ما تيلعبوش معاك غير الكره، تيلعبوا معاك بالقلب ديالهم، تيلعبوا على التوني ديالهم، تيلعبوا على حيت هذوك اللعابه اللي تشوفهم لاعبين دابا راه جلسوا في المكانه، جلسوا في المكانه وحضروا مع الجمهور وعرفوا الاجواء كيفاش دايره، يعني تيحسوا ذاك الاحساس. هذا هو الفرق اللي كاين. راه الا شتي البارح الوليد سكحه اللي دخل راه باقي صغير تبارك الله، ولكن راه لعب مع لعابه اللي كبار، اللي تقول لعب
يعني زريده ولا سكحار ولا مدقول، هذوك لاعبين كبار وليدات الرجاء، لان اللي كاين دابا في الرجاء راه الاغلبيه اللاعبين كلهم وليدات الرجاء، الطاقم التقني رجاوي، يعني المنظومه تاع الرجاء كلها اللي كانت حاضره كلها رجاويين، وهذا الشيء هو اللي خلانا ندوي البطوله هذا العام، هذيك النفس وهذيك الكرينطا وهذيك التراجويه هي اللي حضرت في هذه المقابله الاخيره. سيمو لقنا لخص لنا انجاز ديال الرجاء في عنوان اغنيه ديال المكان جماعه الرجاء. لا انا غادي ماشي تنقول لك اديها، يعني لخصها في اغنيه اللي تستحق انها تهدل. لا غادي نلخصو لك واحد السطر، ديما تيقول لك لا تقرا السطر الاخير حتى لا تغلب الصفحه حتى تقرا السطر الاخير، يعني مع الرجاء ما كاينش مستحيل، ومع الرجاء ديما بقات الدقه 90، لان حنا الحمد لله دابا معروفين بالريمونتادا، وراك شتي ريمونتادا في كاس العرب كانت، وريمونتادا مع خريبكا، وريمونتادا راه حضرت حتى البارح، يعني راه حتى الدقيقه 88 وحنا البطوله ضاعت لينا، ولكن قدره قادر وبمجهودات ديال اللاعبين بعد الشكر تاع الله، والحمد لله تمكنا اننا نسجلوا ونفوزوا. وهي فاش قلت لك انا لا تقلب الصفحه حتى تقرا السطر الاخر، والسطر الاخر باحر كان مكتوب باسم الحفيظي اللي تنشكره بهذه المناسبه.